تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشرف رئيس مجلس الوزراء غدا على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية، ويتابع سير عمليات الإفراج بباقي الموانئ المصرية المختلفة. وتشمل البضائع المفرج عنها السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج. يأتي ذلك انعكاسا لنجاح الإجراءات المتخذة من الدولة خلال الفترة السابقة، وتسهم في توفير السلع بالأسواق وتحقق توازنا وانضباطا للأسعار.